في العراق والشام. يقدم مسلسل الهروب جرعات مخففة درامياً من وحشية وإجرام مارسها تنظيم داعش. الله أكبر. في بعض مناطق العراق والشام ضد الجميع بلا رحمة. هكذا ثقافات تجي بتحتاج أولاد الشوارع يكون هو الرادع. فنوفل كان هو واحد من أولاد الشوارع لبسط السلطة لإخافة الجميع. أنت ما خجلت على نفسك تنطي أسماء أهلك وناسك إلى جيش الروافض؟ بقصص حقيقية يكشف العمل شخصيات مهزوزة ليس لها هوية، بعقد نفسية مزمنة وتاريخ غير مشرف اجتمعت تحت راية سوداء وصنعت دينا مزيفا لا يقبله عقل ولا منطق. شلون تدخلون انتم واسلحتكم للمسجد؟ انعكاسات نفسيه على كل الشخصيات راح تشوفها الموجوده بالعمل، من حزن، من خوف، من ارباك، من لا استقرار، من لا نظام، من تدهور الحاله المعيشيه والاقتصاديه. انت الغذاء مع روحي. يحاول مسلسل الهروب ان يكون حصانه تمنع الاجيال من الانخراط مستقبلا باعمال عنف سببها افكار متطرفه واشخاص تمردوا على قوانين السماء والحياه. عدت صياغتها دراميا حتى تكون سهله الوصول للناس. السلاح بيد السفهاء سفك لدماء ابرياء، والفكر المتطرف يقوم على ضعاف نفوس وجهلاء، والتطرف لا يعني الدين ولا دين للتطرف. قنابل مضيئة يطلقها المسلسل. من الموصل، سعود الخلف، العربية.